لمناقشة هذه المواضيع ينضم إلي النقيب نسيم برناوي، مدير والإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ. أهلا بك، مساء الخير. تشكر على تلبية الدعوة. بداية، ما هي آخر الإحصائيات والحصيلة عن تدخلات مصالح الحماية المدنية عبر مختلف الولايات التي تشهد اضطرابات جوية حالياً؟ فيما يخص التدخلات المتعلقة بتقلبات الجوية، الحمد لله لحد الآن لا شيء يذكر. طبعا لم يكن هناك أي تدخلات ولم يكن هناك أي خسائر، الحمد لله. هي أمطار نعمة وتولج نعمة، الحمد لله يا رب العالمين، مقارنة بالفترة الأخيرة. طبعا هذا يرجع لجاهزية مختلف يعني مؤسسات الدولة في عمل استباقي، بالإضافة إلى وعي المواطنين. لكن إلى جانب هذا، كان ثمة تدخلات في حوادث أخرى تتعلق بحوادث الحياة اليومية، خاصة حوادث المرور. من على سبيل المثال، في حصيلة 48 ساعة الأخيرة كان لنا ما يفوق 5700 تدخل، أي معدل تدخل كل 26 ثانية. كان هناك عدة تدخلات في سياق حوادث المرور، من 315 تدخل على إطار عدة حوادث. للأسف خلفت خلال هذه اليومين 10 وفيات وإصابة 366 شخص بجروح متفاوتة الخطورة، وإن كان من ضروري نقدم لهم الإسعافات الضرورية وتحميلهم إلى مختلف المستشفيات. كما لنا كان لنا عفوا تدخلات اخرى في مجال الاختناقات او التسممات بغاز احادي اكسيد الكربون، ومع انخفاض في درجه الحراره الا وعدت بعض تسجيل ضحايا. 29 شخص تم انقاذه خلال هذا اليومين، مع الاسف تسجيل حاله وفاه واحده لشخص واحد على مستوى ولايه قلمه ذا سن 45 سنه، بالاضافه الى اخماد عده حرائق منها 7 حضريه مختلفه. كما كانت لنا بعض التدخلات في مستوى المجمعات المائيه، وان تم انتشال 4 اشخاص متوفين للاسف على كل مستوى من ولايه تلمسان، وكذلك على مستوى الاغواط وولايه غيليزان. نعم، ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذها مصالح الحماية المدنية بخصوص هذه الاضطرابات المتوقعة خلال هذه الأيام، خصوصا وأن هناك تقارير تفيد بتساقط الثلوج التي ربما تتسبب في كل مرة في قطع بعض الطرقات؟ نعم، في هذا السياق واستغلالا للنشرات الجوية الخاصة، طرف الحماية المدنية من أول المؤسسات التي توجه لها النشرية الخاصة من طرف الدول المدني الوطني للأرصاد الجوية. من هناك فرق تعمل على مستوى مركز التنسيق الوطني في تحليل ودراسة هذه النشرية وأهميتها وكميتها ومدة الصلاحية، خاصة خلال الفترة الأخيرة ونعرف نشرات جوية خاصة بالأمطار، الثلوج، الرياح القوية وكذلك الأمواج العالية على مستوى المناطق الساحلية. ولذا من هذا السياق، هناك عمل استباقي تخص وحدة الحماية المدنية في جانب العام المدياتي، هناك يجب أن يكون هناك تجهيز العدد الضروري لمثل هذه التدخلات، وكذلك يعني وضع الأعوان الكافيين على مستوى كل الثكنات، ووضع عفوا الوحدات في حالة تأهب، بالإضافة إلى يكون هناك عمل موازي وهو عمل وقائي وبإصدار مختلف البلاغات التحسيسية أو تدخل عبر وسائل الإعلام لتذكير المواطنين بمختلف النصائح والارشادات او الحاله العامه وما يجب القيام به في مثل هذه الظروف. وهذا شيء اساسي جدا حتى يتفادى المواطن ان يكون ضحيه لمثل هذه الحوادث المتعلقه بمختلف النشرات الجويه، خاصه طبعا مع تزامن مع عطله الاسبوع وهو السياحه الجبليه والتجواله وما شابه ذلك، متوجهين الى المناطق يكون عندهم مرافقه وقائيه تحسيسيه بعد التوجه الى غايه انتهاء مده الصلاحيه الجويه، ومن ثم ممكن التوجه لمثل الى هذه الاماكن. اما الجانب العملي، خاصه هناك وحدات خارج التكنات ومتنقله، وهذا من اجل يعني تقليص الوقت الزمني للتدخل في اي طرق.